ونتحدى، نتحدى أولئك الذين الآن يجهدون في الغرف السرية في تلك المحطات في التصنيع وفي التشويه. آخر زوار الغرف السرية تلك علاء الدين الأيوبي، إعلامي النظام وصاحب الاستجواب الشهير لشيخ الثورة أحمد الصياصنة. وحملت السلطات الأمنية المسؤولية عما يحصل في درعا، واتهمت الإعلام السوري بالكذب. رغم سنواته الطويلة في صناعة الكذب على قنوات النظام، يخرج علاء الدين الأيوبي جثة هامدة من مشى الشامي بعد زيارة قيل إنها مرضية لم تتجاوز الأيام. علاء ليرحل إلى السماء. أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام والمشرف النهائي على طقوس الدفن يخرج كذلك في جنازة اللواء رستم غزالي، صندوق أسرار ومعلومات النظام على مدار عقود، بعد زيارة مماثلة للأخير إلى أحد أجنحة مشفى الشامي الواقع في حي المالكي بدمشق. سبق غزالي لمقصلة أو مشفى الشامي صهر بشار آصف شوكت ومعاونه للشؤون العسكرية حسن تركماني، إضافة لوزير دفاعه داود راجحة، يترأسهم هشام باختيار مدير مكتب الأمن القومي وذراع إيران في سوريا ضمن ما سمي حينها بخلية الأزمة، في حين تضاربت الأنباء حول مصير اللواء علي مملوك بعد معلومات عن زجه بشكل عاجل في الجناح 405 إثر إصابة لم تحدد بعد. وبالأمس القريب صفي رستم غزالي. وعلى وقع انعقادي لجنة التحقيق الدولية بخصوص اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، كشفت مصادر مقربة من اللواء محمد ناصيف عن نقله إلى ذات الجناح في مشفى الشامي بدمشق، تمهيدا على ما يبدو لخروج أحمد حسون في تشييعه. منذ العام 2000 وعقب لفظ حافظ الأسد آخر أنفاسه في غرفه، تحول مشفى الشامي بجناحه 405 إلى فرع أمني مختص بعمليات الإعدام، حقنا أو خنقا أو فسخا كما حدث مع رستم غزالي وفق بعض التسريبات. كما بات فرع الشامي والذي يشرف عليه شخصيا بشار ومقربون علويون من ذات العائلة إلى ما يشبه الصندوق الأسود لأسرار النظام من تصفيات واغتيالات، في حين شكلت أخبار المشفى واستدعاءاتها العاجلة نذير شؤم لمن تبقى في سلك النظام وقياداته. فمنذ خروج حافظ الأسد جثة هامدة منه وتسلم وريثه بشار مقاليد الحكم، لا يذكر تاريخ دمشق حتى اليوم خروج مسؤول من فرع الشامي على قدمه.